الهدف جاكي وقت اقول مناسب جدا شادو واحد من فرجي الان اللي قلنا بانه كان جيد في الجوله الاولى شادو واحد من فرجي وضربه راسيه بشكل جيد خطا في التغطيه الدفاعيه خطا في الجهه اليمنى بالنسبه للفريق النادي الفرنسي كان في الثمن ديالو غادي لانه فرجي كان في المكان المناسب ما وراء بشكل Deux buts à zéro, un match retard, comptant pour la 24e journée du championnat de la Ligue 1 de foot disputé ce jeudi à Hammam Lif. اول مقابله مع نادي حملان تدخل في الشوط الثاني وقدمت الاضافه يظهر لي اليوم. المجموعه اللي معنا مجموعه اللاعبين اللي معنا مجموعه يعني ممتازه ان شاء الله غتقول الكلمه ديالها وتتمنى يعني المرتبه اللي محللين ماشي في المستوى ديالنا وان شاء الله نحاولوا نحسنوا الترتيب ديالنا والفريق تنظن بان الاضافه الدخول ديال اعطى الاضافه بالعكس انا عملت لقيت مساعده كثيره من الاصدقاء ديالي اللي ما خلاونيش ناخذ وقت كثير باش نتاضافت مع المجموعه. النادي الرياضي اللي حملنا مستحق الانتصارات راسي اللي مازلنا باش نجيبوا انتصارات في الماتش الثاني. اهم حاجه هو ان شاء الله نخرجوا من هاد الوضعيه اللي فيها حنايا نحاولوا نحسنوا الترتيب ديالنا ونكونوا ان شاء الله من احسن الفرق في الشطر الثاني من البطوله.